كشفت مصادر مطلعة أن أجهزة الأمن في تركيا ألقت القبض على هشام عبد الله مقدم البرامج بقناة الشرق بسبب انتهاء جواز السفر الخاص به وعدم حصوله على أوراق إقامة، وأشارت في الوقت ذاته إلى أنه بعد الكشف على اسمه من جانب أجهزة الأمن في تركيا تبين أنه مطلوب من الانتربول. الفنان هشام عبد الله. وأوضحت المصادر أن دورية أمنية تركية استوقفت هشام عبد الله في منطقة سكنه قبل 48 ساعة، ولفتت في الوقت ذاته إلى أن أيمن نور مالك قناة الشرق لم يظهر أي تضامن معه ولم يرسل له محامي، بينما توسط عدد من أنصار الإخوان لدى السلطات التركية للإفراج عنه وسط توقعات بترحيله إلى القاهرة. من ناحية أخرى، هددت غادة نجيب زوجة هشام عبد الله مقدم البرامج بقناة الشرق الموالية لجماعة الإخوان قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية بفتح مخططاتهم، معبرة عن غضبها بعد القبض على زوجها، حيث كتبت على حسابها الشخصي فاضل كيل لو غضبت هطربها على دماغ الكل. وده البوست اللي هو بعتته على تويتر، فاضل كيل لو غضبت هطربها على دماغ الكل. ديت غادة نجيب زوجة هشام عبد الله، ودي صور مع بعض نشيطة سياسية. هشام عبد الله عبد الدايم ممثل مصري بدأت حياته الفنية عام 84، ومن أشهر أدواره في فيلم الطريق إلى إيلات، وكذلك مسلسل البخيل وأنا، وأيضا ظهر في أعمال هامة منها ليالي الحلمية، تفاحة آدم، لحظات حرجة، خالتي صفية والدير، بوابة الحلواني، السيرة الهلالية وغيرها. وشارك هشام عبد الله في ثورة 25 يناير، وكان أحد المعارضين للرئيس الأسبق محمد مرسي، وشارك في مظاهرات 30 يونيو. وبرغم من تأييده للرئيس السيسي إلا أنه تراجع عن موقفه بعد الانتهاكات والمعاملة السيئة للنشطاء، مما جعله يتعرض للهجوم هو وزوجته من قبل بعض وسائل الإعلام. هو وزوجته وأولاده. وقد سافر إلى تركيا مؤخرا لتقديم برنامجه ابن البلد، وينتقد فيه النظام الحاكم بمصر، ويسلط الضوء على أهم القضايا التي تخص البلاد من وجهة نظره. مع غادة نجيب زوجته. كما كانت مصادر مطلعة أن زوجة الفنان هشام عبد الله سورية الأصل، وتدعى غادة محمد نجيب الشيخ جميل صابوني، من مواليد فبراير 1972. وهي ناشطة سياسية حصلت على الجنسية المصرية بعد زواجها منه في 13 مارس 1999، وأنها حاصلة على ليسانس حقوق. هنا مع أولاده. وكانت تقيم في العمرانية بالجيزة قبل سفرها وزوجها إلى تركيا عقب سقوط حكم الإخوان. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أصدر في يناير الماضي قرارا بالموافقة على وضع كل من الفنان هشام عبد الله وزوجته الناشطة السياسية غادة نجيب على قوائم ترقب الوصول، وذلك على خلفية بلاغات ضدهما تتهمهما بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والمعروفة إعلاميا بتنظيم حركة شباب 25 يناير. وكانت قد أسندت النيابة للمتهمين تهم التحريض على العنف وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي والدعوة للتظاهر بدون ترخيص.
بي صور ليهم مع بعض. هنا في تركيا تبدو الإشارة إلى أنه سبق أن ألقت قوات الأمن التركية القبض على رامي جان أثناء عمله في قناة الشرق قبل عدة أشهر، ثم عاد بعدها إلى القاهرة. ده رامي جان، قبطي، كان مع الإخوان برضو، بس هو حالة مختلفة. وقد عاد الإعلامي رامي جان إلى القاهرة قادما من تركيا ليؤكد خلال ظهوره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج العاشرة مساء بوقوعه في الخطأ، مقدما اعتذاره لشعب مصر بالكامل وقيادات الدولة عما فعله خلال تواجده في تركيا وتعاونه مع جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية. وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن الإعلامي رامي جان عقب عودته من تركيا. حاولت جماعة الإخوان أن تجعل رامي جان لسانا لها لتزعم من خلاله الجماعة أنه ليس لها مواقف من الأقباط. اثنين، وسعت الجماعة إلى استغلاله في استقطاب شخصيات قبطية جديدة للانضمام إلى هذه الجماعة، ولكنها فشلت في ذلك. وعاد رامي جان من تركيا ولم يجد أي مشكلة عند دخوله مطار القاهرة ولم يتعرض للتوقيف. ثلاثة، تعرض رامي جان للكثير من المضايقات لمنع عودته مرة أخرى لمصر، ووصل الأمر إلى أن 3 من عناصر المخابرات التركية ظلوا معه حتى ركوب طائرة العودة للقاهرة. 4، تعرض للحبس 6 أيام في تركيا، منهم 5 أيام أضرب فيهم عن الطعام، وانتاب الأتراك شعور بالقلق من هذا الأمر حتى تم اتخاذ القرار بالترحيل إلى القاهرة. 5، تعرض رامي جان خلال تواجده في تركيا للتنصت منذ 5 أشهر عبر عدة أجهزة، منها جهاز العصفورة الذي يتم وضعه في الغرف لسماع ما يدور بالداخل. رامي جان تعرض كذلك للضغط عليه في القناة التي يعمل بها بتقليل المرتب والتنصت عليه أيضا. نشر رامي جان العديد من الفيديوهات لاقتحام غرفته واكتشافه التجسس عليه من صاحب الشقة التي استأجرها في إسطنبول، بل وصلت إلى الرسائل على الهاتف للتهديد بالقتل، ووجه بعدها العديد من الاستغاثات إلى إعلامي الإخوان، لكنهم لم يفعلوا شيء وتركوه. عمل رامي جان صحفيا في أحد الصحف الخاصة قبل أن يتركها وينتقل إلى قطر ومنها إلى تركيا للانضمام لجماعة الإخوان. خلال شهر نوفمبر عام 2014 تعرض رامي جان للتوقيف في مطار القاهرة أثناء محاولة سفره إلى قطر. قررت محكمة جنايات بنها في شهر فبراير عام 2015 ببراءة الناشط رامي جان في قضية تعاطي مخدرات بعد ضبطه بمطار القاهرة أثناء سفره على الخطوط الجوية القطرية. ده رامي جان.